كنا في مجلس من المجالس في مكة المكرمة نتكلم مع بعض الدعاة، فذكرنا عيبا عظيما تعاني منه البشرية كلها، وهو عيب التكبر على الحق، إنك تقول له الحق من هنا ويتكبر عليك، نفسه تأنف أن تقبل قول الله وقول النبي. فقال أحد الإخوة، قال أنا عينت في المطاف في الكعبة من الهيئة التي تفصل الرجال عن النساء. في المطاف أحيانا يحصل زحام، فأنا أقول يا أختي استتري، ابتعدي عن الرجال قدر الاستطاعة. نحاول أن نذكر، لأنه يحصل اختلاط ويحصل زحام، وقد يحصل يعني تعري لبعض النساء وتهاون من بعض الرجال، وهذا هذه كعبة الله المعظمة. يقول فرأيت فتاة من الخليج تمسك هاتفا محمولا وتتكلم بصوت عالي وتضحك، وبعض الشباب من الطائفين يلتفت إليها وينظر إليها وكأنها بدأت تلفت الناس. فجئت إليها وقلت يا أختي نزلي الهاتف، يا أختي تأدبي مع الكعبة، اتق الله عز وجل. فنزلت الهاتف وقالت خير نعم ماذا تريد؟ فقلت لها يا أختي اتق الله، تضحكي وترفعي صوتك وحجابك ليس حجاب شرعي، والرجال ينظرون إليك وأنت تطوفين حول الكعبة. قالت يا شيخ ما لك خص ولا لك دخل فيه. فقلت لها يا أختي اتق الله، ألا تخافين من الموت؟ قالت أقول لك يا شيخ خلي ملك الموت استناني عند باب 9. بهذا اللفظ يقول يا شيخ والله العظيم ارتعد قلبي خوفا من هذه الكلمة، وتركتها ومشيت وذهبت بعدها أنظم بعض بعض الطائفين في المسعى بين الصفا والمروة. فقبلني أحد الإخوة من العاملين معي وقال يا أخي متى تنتهي نوبتك؟ فقلت تنتهي نوبتي بعد صلاة العشاء. فقال نصلي العشاء ونذهب إلى مكتب فلان الفلاني نشرب عنده القهوة في داخل الحرم، داخل حدود الحرم المكي. صلينا العشاء وفعلا ذهبنا، وقدر الله أن مرورنا يكون من أمام باب 9، فإذا بأجد زحام وناس وضجة، فجئت فإذا الفتاة مصروعة ميتة على الأرض. فقلت سبحان الله، ما أضعف الخلق، ما أضعف العبد، ما أضعف الإنسان إذا تكبر على الله. لذلك اعلم أن التكبر على الحق كبيرة من كبائر الذنوب. إن الكبر يا إخواني أعظم عند الله من الزنا، أعظم عند الله من السرقة، أعظم عند الله من القتل. فإن أعظم جريمة ارتكبها إبليس أن تكبر على ربه ورفض أن ينصاع لأوامره جل وعلا. ولذا كان المتكبرون فيهم من خلق إبليس، قبحه الله. قال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فدخولهم للجنة مرهون مشروط بحالة واحدة وصفة واحدة، وهي أن يعبر جمل من فتحة إبرة. قولوا لي بالله عليكم، وهل يمكن أن يعبر جمل من فتحة إبرة؟ إنه تعجيز لهؤلاء المشركين والمنافقين والجاحدين والمتكبرين على أمر الله، تعجيز لهم أنهم لن يصلوا إلى الجنة ولن يدخلوا إليها. ولذلك إذا رأيت من نفسك تكبرا على الحق فتذكر هذا المثل، واعلم أنك قد تحرم من الجنة لأنك رفضت أمر الله جل وعلا، حتى وإن استثقلته في قلبك. لأن المشكلة أن بعضنا قد لا يقول أنا أرفض أمر الله، أو أنا لا أقبل هذا الأمر أو الحكم الشرعي أو السنة، وإنما يستثقلها، يستثقل أمرا أمره الله به. إننا في عرف الناس إذا رأينا أبا يأمر ابنه فاستثقل ابنه ذلك الأمر عددناه عاقا، وقلنا هذا غير مؤدب. إزاي الولد ده يعمل كده مع أبوه؟ أبوه يأمره بأمر وهو يستثقل هذا الأمر من أبيه. ولله المثل الأعلى، كيف بك إذا استثقلت أمر مولاك سبحانه وتعالى، أو إذا استثقلت شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم.